بدي احكي لكو حكاية قصتنا بهالرواية عن عمر بن الخطاب كان والرسول اصحاب. قدوتنا عمر الفاروق كان امير بالاخلاق، هو اللي جمع القرآن، هو حبيب الفقراء. عمر أشجع الشجعان، كان يهرب منه الشيطان، وبروحه يفدي الإسلام، وبالحق أبدا ما يخاف. بدي أحكي لكو حكاية قصتنا بهالرواية عن عمر بن الخطاب كان والرسول اصحاب. بالتواضع كان مشهور، ابدا ابدا مش مغرور، كان عزيز كان كريم، عمر امير المؤمنين. ومرة شاف ضو بعيد، وكان عنده أطفال مساكين، ما في عندن أي طعام، كانوا يبكوا جوعانين. عمر أمير المؤمنين بإيده حضر الطعام، طماهم كلهم يا حرام، وما نيمهم جوعانين. يا صحابي يا حبيب، يا عمر ابن الخطاب، عمر رضي الله عليه والرسول صلوا عليه. هل أعجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه مع الأصدقاء. ابحث عن قناة هدهد على يوتيوب. اضغط سبسكرايب واضغط زر الجرس ليصلك كل جديد.